عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، الله يدخل علينا هذا شهر رمضان ان شاء الله بالصحه وبالسلامه وباش كتمناو. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نفصل معاكم هاد الفراشه صغيره. فراشات كيتحتاجوا في هاد الوقيته ديال العواشر في شهر رمضان ولا في 27 ولا نهار العيد، الا بغيتوا تفصلوا ان شاء الله لبنياتكم في هاد العواشر، خصوصا الاخوات اللي مبتدئات واللي بغاو يفصلوها. هنا كما كتشوفوا الثوب اللي كناخذوا ديال الفراشه ديال البنيتات الصغار، كناخذوا لهم الطول ديالهم، كان مثلا عندها في الطول متر، كناخذوا لها متر وستة ولا متر وسبعة باش على حسب الخياطه، على حسب اللغ اللي غنخليو لها من التحت والخياطه اللي غناكلو لها من الكتف. صافي، هي ماشي بحال الكبار، كناخذوا الطول ونضربوه في جوج. صافي، كناخذوا لها غير الطول وكنزيدوا عليها القيمه ديال الخياطه. هنا هذا الطرف هذا انا عندي فيه متر وعشرين، بنيته فيها في الطول متر وتسعود، غنحط لها الطول ديالها. بعدا هنايا الثوب انا طاويه على ربعة كما كتشوفوا، هذه هي الحاشيه، هذا هو الطول ديال الثوب. نحلو معاكم، هنا راني دايره على جوج وكنولي نطوي هكا على ربعة. هذا هو الطول ديال الثوب، وهذا عندي المنكب ديال الثوب. غادي نحط الطول، عندي متر وتسعود، هنايا متر وتسعود، وغادي نزيد واحد 3 سنتيم ديال الخياطة. كما كتشوفوا هنايا هادي الطول ديالي وزدت 3 سنتيم ديال الخياطة، لحقاش كتمشي لنا سنتيم ونص من هنا ديال الخياطة وسنتيم ونص من التحت. عندي في الكتاف عندي 14، غندير الدورة ديال الرقابة، غندير فيها 6 سنتيم بالنسبة للأطفال الدراري الصغار، وجوج سنتيم كنهبط في الرقابة من الخلف. صافي، وكندورها هكايا غير بيدي، كنهبط هنايا في الكتف جوج سنتيم، الصغار كنهبطو لهم جوج سنتيم. عندي في الطول ديال الكمام 20 سنتيم، على حساب مولات هاد البنيتة ما بغاتهاش تكون بليمونج، بغاتها تكون طرواكال ولا قصر، بغاتها المهم فوق المرفق، غتجيها فوق الفتحة، غتجيها فوق المرفق ديال يديها. وهاد الفراشه هادي راني نسيت ما شرحت لكمش في الاول، هاد الفراشه هادي كتجي بحال الشكل ديال الكاب رومي، راه هاد العام كان بزاف خارج على الموضه في البرد، كتجي بحال الكاب رومي، كتجي هكا مقوصه من الكتاف، والفتيحه كتجي هنايا، كتجي هكايا، ما كتجيش فراشه عاديه بلديه كما كتعرفوا الفراشات، هي كتجي فراشه روميه، كتجي زوينه في اللبسه. غنشوفوا معايا الطريقه ديال الفصاله ديالها، راه سهله. وغادي نزيد داك 20 سنتيم اللي قلت لكم ديال لي مونش ديال الكمام، ديروا على هذا الشكل هذا. صافي، غنجي نجيب المثلث وغنطلقوا هكايا، غنشدوا في هذا القنت هذا وغادي نطلقوا كما كتشوفوا من هذا القنت، وكيخرج هنايا. فيما خرجت لنا المسطره كنطيحوا الكتف ديالنا، هذا هو الشكل ديال الطراساج من هنايا، طراسينا الكتف، وغادي نشد السنتيم ديالي هنايا في اعلى الكتف هنا، وغادي نشدو باش ندور في الطول ديالي. هنا في هاد البلاصه هادي كنبقى شاده السنتيم الفوق فين قلت لكم في اعلى الكتف، كنبقى شاده وكندور بهذا الطول ديالي هكا، باش كتجيني الفراشه دايره من التحت، ما كيجيونيش الجناب طايحين. صافي، على هذا الشكل كما كتشوفوا هكا، وكتجي طالعه لهنايا بهذه الطريقه، باش ما يجيوناش هاد الجنيبات من تلبس ما يجيوش طايحين في الارض.
غنجيب هاد المسطره الكبيره وغادي نطراسي من هنا من هاد النقطه هادي اللي عندي هنايا في ديال الكتف. غنخلي هاد العرض ديال الثوب هو ما غاديش نقص منه من التحت وغادي نخرج هنايا. وغنجيب هاد البيستولي باش غادي نقوص هاد البلاصه هادي ما تجينيش مقنته هنايا. غادي نشدها هكايا على هاد الشكل وغادي ندور بها على هاد الشكل هذا. صافي هاد العرض اللي عندنا هنايا راه به كنهبطو. الا كان عندنا العرض اي حد هنا مثلا راه كنهبطو هكا به وكنخرجو لهنا لتحت على حسب العرض ديال الحتاف ديال الكمام شحال بغيناهم يكونوا طايحين. كما شفتوا كتجي على هذا الشكل من هنا مجن ما كتجيناش طايحه. وكنجي لهنايا وكندير كرانات باش هنا غادي نحبس بالخياطه من كون هابطه في الجناب غادي نحبس هنا بالخياطه ديال وهذه غتبقى محلوله. صافي على هذا الشكل وغنجي لهنايا وغادي نطراسي الدوره ديال الرقبه ديال الامام. غادي نهبط هنايا 7 سنتيم كما شفتوا هنا كان عندنا الكتف طراسي الكتف ديالنا. غادي نجي ليه وغادي نشوف فين غتجيني 20 باش غادي نطراسي الكمام ديالي داك الفتحه ديال الكم اللي غادي نخرج اليد ملي غادي تخرج اليد غتكون هنايا. انا طراسيت هنايا عندي 20 اللي قلت لكم غادي تجي ديال لي مونش ملي غنخرجوا يدينا هي هنايا. غادي ندير الفتحه ديال اليد غندير فيها 16 هنا غتكون داك الفتحه ديال اليد وهذا غيكون هو الكم ديالنا هو هذا وهادو الكتيفات وهذه الدوره ديال الرقبه. غادي نجي هنا وغندير كرانات صافي. هذه هي الفراشه ديالنا كما كتشوفوا راها ساهله. صافي كنحيد الخلف كنجي لهنا للامام كندور على هذا الشكل. صافي هذه هي الفتحه ديال الامام وكنجي لهنا وغادي نطراسي داك نص طوق حيت مولاتهم غادي تخدمها بالراندا غادير لها الراندا نص طوق. انا غادي نفصل ونعطيها لها هي غادي تدفعها شي حدا تخدمها لها. صافي طراسيت لها هنايا باش مولات الراندا هي غتفتح القياس اللي بغات. انا غنفتح هنايا غير واحد 7 سنتيم صافي. وهنايا هي غتكمل ديك الساعه الفتحه شحال ما بغات دير فيها 20 ولا اكثر على حسب. وبالنسبه للخياطه ديالها راه ساهله كنخليوها هكا كنجيبوها. هذا الامام كما كتشوفوا هذا هو الكفه ديال الثوب وهذا الوجه. وكنجي لهنا وكنبدا هنا الخياطه ديالي. اول حاجه كنبدا بها هي الكتاف كنخيط حتى كنوصل لهنايا كنخيط هذه البلاصه هذه وكنخلي هذه الفتحه هنا ديال الكم هذه كتبقى كتخيط بوحدها كندير لها لوغلي هكايا. الا كنا غنديروا لها السفيفه ولا غنديروا لها الكابلي كندوزوه لهنايا. انا دابا غادي نخيط لها غندير لها غير لوغلي وهي داك الساعه غادي دير لها غدير لها داك التضريس ديال الراندا
وغادي نهبط بالخياطة من هنا في الجناب. هنا غادي نلاقي هذا الكوطي ديالي الجناب، حتى غادي نوصل لهاد الكرانة اللي عندي هنا عاود، وغنجي للجهة الثانية وغندير لها نفس الطريقة اللي وريتكم في الجهة الاولى. غادي نخيط حتى غادي نوصل لهنايا، غادي نبدا من هنا من اعلى الكتف هنايا، وغادي نخيط لهنا، وغادي نحبس في هاد الكرانة اللي عندي، ونخلي الفتحة ديالكم، نخلي الفتحة ديالكم بحال الجهة الاخرى، وغادي نهبط عاود بالخياطة ديالي حتى نوصل لهاد الكرانة اللي درت هنايا صافي. ومن بعد غندوز لوغلي لهنايا للدورة ديال الفراشة، ندوز لها لوغلي، ندير لها السورجي، وندوز لها كايا سنتيم ديال الخياطة وصافي. وهذه هي الفراشة ديالنا تكون واجدة، راه ساهلة، نص ساعة د المكانة تفصلوها وتخيطوها. وداك الساعات الا كنتو غديروا لها الراندة هنا في هذا النص طويق، ما كانش غديروا لها السفيفة، يمكن لكم ديروا لها السفيفة ديال الصقلي ولا السفيفة ديال الحرير. هنا نص طوق، تخيطوا لها السفيفة هنا نص طوق، ودوروا لها داك الجنيبات بالكابلي هنا فين طرقناهم، غدوروهم بالكابلي كاملين. الفتحة ديال الكمام حتى هما يدوروا بالسفيفة والكابلي وصافي. وهذه هي الفراشة ديالنا تكون واجدة ان شاء الله. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو، عجبكم الطريقة ديال الفصالة، ما تنساوش تدعمونا وتخليونا لي لايك، وتشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركش في القناة، وتبارطاجيوها مع العائلة والاصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله.